اهلا بيكم. هنعمل النهارده وصفتين مع بعض، الحواوشي البلدي والحواوشي الاسكندراني. الا مش هطول عليكم، نبتدي سوا. نبدا المكونات مع بعض. كيلو الا ربع لحمه مفرومه، 6 قرون فلفل مفرومين الوان، وممكن تحطي اكتر او اقل حسب الكميه اللي انت هتعمليها. 4 بصلات كبار مفرومة، برضو البصل حسب الكمية اللي انت هتعمليها، ممكن تزودي وممكن تقللي. عندنا هنا بهارات حواوشي تيجي من عند العطار، بابريكا، عندنا هنا كمان بهارات لحمة وملح وفلفل، ومعانا كمان عيش الحواوشي بيجي من المخبز. تمام. اول خطوة بنعملها بنجيب طبق كبير ونبدأ ننزل فيه اللحمة بالطريقة دي، ونبدأ نضيف عليه بقية المكونات بتاعتنا ونقلبه كويس جدا. انا حطيت اللحمة وبعدين البصل، وهنحط كمان الفلفل ومعاهم البهارات، ونقلب الخليط كويس جدا. نكون طبعا مجهزين العيش وفتحينه، وجنبنا كمان صينية علشان نبدأ نرص فيها العيش. دي أكلة سريعة وسهلة جدا لأي ست عاملة تعملها وهي راجعة من الشغل، مش هتاخد منها وقت خالص. كمان في آخر الفيديو اتفرجوا على الحواوشي الإسكندراني بقى، أنا عملته بلبن كان قطع أو راب، فبدل ما نرميه نعمل بيه برضو حواوشي إسكندراني. يا رب الوصفة تعجبكم، هسيبها لكم في آخر الفيديو. انا جبت العيش وفتحته، بعدين هبدا احشي العيش بالطريقه دي واضغط عليه. تمام، تمليه بالحشو، بعد كده بتضغطي عليه بالطريقه دي وتفردي طبعا الحشو جوه. هنكمل باقي الكميه وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. طبعا وصفة الحواوشي البلدي سهلة جدا وسريعة، وكمان نضيفة تعمليها في البيت بدل ما تشتريها من بر. انا خلصت كده الكمية، هبدأ ارصها في الصينية وادخلها الفرن. طبعا الناس اللي بتعمل رجيم هتعمل زي ما انا عملت كده، وهدخل الحواوشي في الفرن ونزيد مكان، لكن طبعا الناس اللي ما بتعملش تقدروا تدهنوها من تحت ومن فوق علشان تاخد وش وتكون اكتر دسامة. مش هتاخد وقت كتير في الفرن، وهنطلعها زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا ما دهنتهاش علشان الرجيم وكده، فهي حلوه برده وجميله وطعمها تحفه وريحتها تحفه. يلا بينا دلوقتي نعمل الحواوشي الاسكندراني. اول حاجه معلقتين زيت، وهنحتاج توم باودر، بصل باودر، معلقه كده من كل حاجه، وزعتر وشمر وينسون وملح، وطبعا هيبقى معانا اللبن الرايب. مش هنحدد كمية معينة، لان طبعا على حسب العجينة ما هتاخد مننا، احنا مش هنستعمل مية خالص، العجن كله هيبقى باللبن الرايب او اللبن اللي قطع منه. وكيلو دقيق، وقطعة خميرة قد عين الجمل، ومعلقة سكر. زي ما انتوا عارفين انا في وصفاتي بحب استخدم الخميرة البيرة علشان خاطر هي احسن للمخبوزات، ومعلقتين خل. هنحط مية دافية زي دمع العين على الخميرة زي ما احنا اتعودنا، ونسيبهم شوية يخمروا وتتفاعل الخميرة مع المية والسكر. هنجيب دلوقتي الدقيق بتاعنا، نكون احنا نخلينه كويس، وبعدين نعمل فيه حفرة كده، ونبدأ نحط المكونات الجافة بتاعتنا، الملح والزعتر والشمر واليانسون والتوم البودر والبصل البودر، وهنحط الزيت، الثوم والبودر والبصل البودر والشمر واليانسون. هيدوا نكهه حلوه قوي للعجينه، بس طبعا لو انت مش حابه شمر وينسون او زعتر او كده انت تقدري تستغني عنه، بس يعني هو حلو بيدي طعم حلو وشمخه حلوه كده في قلب عجينه البيتزا. بنبدا نفرك كده الدقيق مع معلقات الزيت والمكونات الجافة اللي احنا حطيناها. ودلوقتي هنحط الخميرة البيرة اللي احنا قلبناها مع مية وسكر، مية زي دم العين، وخمرت زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنحطها على العجين، ما بتاخدش يعني 5 دقايق كده، ونبدأ نعجن بيها.
ونحط معلقتين الخل، ونبدأ بقى نجيب اللبن نقلبه كويس كده. ده اللبن اللي احنا جبناه وقطع مننا، انتوا عارفين الحر بقى انت بتجيبيه. طبعا المفروض انت بتجيبيه اللبن تغليه وتشيلي وشه وتحطيه في التلاجة وترجعي تاني تغليه علشان خاطر ما يحصلوش كده ويقطع منك. بس لو حصل ما فيش مشكلة، يعني احنا مش هنرميه، احنا بنرميش حاجة. اللبن ده يبقى حلو خالص في الوصفتين اللي احنا هنعملهم. هتاكلي بيتزا عجينة هشة جدا وطرية وليها طعم جميل جدا. تمام، احنا بنعجن بقى، بناخد من اللبن ونعجن على حسب ايه ما احنا شايفين الدقيق بتاعنا. طبعا كل دقيق على حسب ما انت بتجيبيه بقى، كل دقيق بيختلف عن التاني. فاحنا بنحط على حسب ما احنا شايفين العجينة او الدقيق محتاج لبن زيادة. احنا ما بنعجنش بمية بقى، كل العجن بتاعنا هيبقى باللبن اللي قطع ده، تمام، او اللبن الرايب. بنفضل نعجن. السمك بتاعها مش هتبقى متماسكة قوي، يعني هي هتبقى كده بتلزق في الايد، بس ما تقلقيش يعني من الموضوع ده. هنعجن الاول لحد ما تتماسك، وهوريكم برضو شكلها بعد ما نخلصها في العجن. بنفضل نعجن، ولو احتاجت لبن بنحط زيت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وياريت تعملوا اشتراك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وياريت تعملوا شير لو عجبكم الفيديو وحسيتوا ان انتوا استفدتوا منه. دلوقتي العجينة بدأت تتماسك معايا، انتوا زي ما انتوا شايفين كده هي بتلزق، بس في نفس الوقت بدأت تتماسك. لما هتخمر مش هتلاقوها بتلزق كده خالص زي ما انتوا شايفين. اهي كده خلصناها، وده شكلها والسمك بتاعها زي ما انتوا شايفين. ما تقلقيش من التلزيق بتاعها، ممكن تشيل العجين اللي على ايديك بحبة زيت كده، تمام، وبعدين نسيبها تخمر ونغطي عليها كويس ونسيبها تخمر، وبعد كده نرجع لكم تاني. رجعنا تاني بعد ما العجينة ما خمرت، واخدت جزء بعدد افراد الاسرة، وزي ما انتوا شايفين كده جهزت باقي المكونات. في الاخضر مفروم ولحمة مفرومة وبصلتين كبار مفرومين، وهنجهز البهارات دي، بابريكا او فلفل احمر ارنوتي وروزماري وبهارات حواوشي وبهارات لحمة وملح وفلفل وكبيبة صيني، وممكن تضيفي شطة حسب الرغبة، او بدل الشطة ممكن تستبدليها بفلفل يكون حراق. وهنقلب المكونات كلها كويس على بعض ونخلطهم. طبعا اللحمة المفرومة تكون نية ما تكونش معصقة، وهنخلط المكونات كلها على بعض. في الوقت ده هكون مجهزة العجينة وهفردها دايرتين قد بعض، او لو عايزة طبعا تعمليها زي سندوتشات مطاولة ده حاجة ترجع لك. تمام، هنقلب الاول المكونات كويس وبعد كده هرجع لكم تاني واوريكم شكلها. كده خلاص خلصناه، انا هكون بقى فردت العجينة، هجهزها وافردها، هعملها دايرتين قد بعض زي ما انا قلت لكم، وبعدين هحط الحشو في النص واضغط عليه بالدايرة التانية، وتقدروا تعملوها بقى الحجم والشكل اللي يناسبكم زي ما يعجبكم، سواء بقى مطولة مدورة ده يرجع لكم. انا كده حشيت الحشو جوه العجين زي ما انا قلت لكم، عملت دايرتين قد بعض وحشيت في النص، وبعدين ضغطت على الحشو بتاعي بالدايرة التانية على الاطراف، وحطيناها في الصينية من غير ما ندهنها اي حاجة، وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد كده طلعناها اهي زي ما انتوا شايفين. هنغطيها شوية عشان تطرى وتبقى جاهزة للأكل. دي الحواوشي بتاعنا بعد ما خلصناه زي ما انتوا شايفين، بالعجينة بتاعتنا اللي عملناها باللبن اللي قطع مننا واللي فيه ناس بترميه، احنا ما رميناهوش، وعملنا بيه وصفتين حلوين خالص اهمت.
الحواوشي جميل وطري، وشايفين اهو العجينة هشة وجميلة. يا رب تكون الوصفتين اللي احنا عملناهم النهاردة عجبتكم. ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا شير وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم لو عجبكم. واشوفكم في وصفة جاية وفيديو جاي قريب. باي باي.